بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة في الصباح على كافة الأنحاء، حر نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إنما معتدل ليلاً على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الجو النهارده والظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها، خصوصا ان الفترة اللي فاتت كان في شبورة، كان في كمان ارتفاع في نسبة الرطوبة شوية، والاجواء المتقلبة اللي بنعيشها الايام دي. هو طبعا احنا خلال هذه الايام بنشهد استقرار في الاحوال الجوية، خاصة مع بداية فصل الصيف اللي دايما معروف ان هو فصل الاستقرار في الاحوال الجوية، مع ارتفاعات خفيفة في درجات الحرارة خلال فترة النهار في اغلب محافظات الجمهورية، لتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، عظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار ما بين 34 الى 35 درجة مئوية. كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فيها كميات من بخار المية، فبالتالي في ارتفاعات خفيفة في نسب الرطوبة خلال فترة النهار، وده بيزود دايما احساسنا بان في ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن القيم اللي احنا دايما بنقولها او بنقولها في النشرة المتوقعة في الظل. فعشان كده الطقس فترة النهار بتحس ان هو طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للحرارة الحارة ايضا على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد ده خلال فترات النهار، خاصة كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. لكن فترات الليل فور غياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكتر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. الجو في الأوقات دي بيكون معتدل في أغلب أنحاء الجمهورية، لأن كمان بيبقى فيه نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة فترات المساء وساعات الليل، وكمان فترة الصباح الباكر نشاط الرياح بيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترات الليل، بالإضافة كمان تكون لشبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصفحات المائية. الشبورة المائية دي شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش بشكل كبير على حركة المرور، وسرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يمكن الاجواء دي هي اللي هتكمل معانا على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله، يعني ما فيش تغير كبير في درجات الحراره على مدار هذا الاسبوع. فعشان كده بننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا فتره الظهيره ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس قدر الامكان. لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، ونتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل، نص الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، وكمان في قدر الامكان نبقى موجودين في اماكن جيده في التهوية. طيب درجات الحراره بقى لها كام يوم حول 34 و35 درجه مئويه، هل في توقعات في الايام اللي جايه او بعد نهايه الاسبوع او احنا داخلين على العيد ان في ارتفاع اكتر في درجات الحراره، نسبه الرطوبه ممكن تبقى بتستمر في الارتفاع، ولا الاجواء هتبقى مستقره لحد كبير؟ هي بصفة عامة حتى نهاية الأسبوع، مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله، وكمان مع فترة الأجازة كل سنة وحضراتكم طيبين، الأجواء مستقرة، هتفضل درجات الحرارة حول المعدل ما بين 34 ل 35، يمكن وجود نسب رطوبة في الجو هو اللي هيخلينا نحسها أعلى من ال 35 درجة مئوية بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن ما فيش تغيير كبير في درجات الحرارة أو في نسب رطوبة بإذن الله. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 35 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 35-23، اسكندرية 30-22، العلمين الجديدة 29-22، مطروح 28-22، دمياط 30-22، بورسعيد 30-22، الإسماعيلية 36-22، والسويس 36-21، العريش العظمى فيها 32 والصغرى 21، كاترين 32-15، طابة 35-23، حلايب 34-28، شلاتين 37-27، وشرم الشيخ 39-28، الغردقة العظمى فيها 38 والصغرى 27. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 23، بني سويف 38-23، الوادي الجديد 41-24، أسيوط 39-24، سوهاج 39-24، قنا 41-26، الأقصر 42-26، وأخيرا أسوان العظمى فيها 42 والصغرى 29.
دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لجمعنا مصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا. شكرا جزيلا.